برضو يعني يمكن حضرتك كنت من الناس القليلة جدا اللي توقع اللي هيحصل في كأس العالم للأندية انا كنت معاك الأول قبل في ما حلقه نتكلم في أي حاجة. من شهر تقريبا، كان العروض بتاعت النادي الاهلي كانت لسه مش على، يعني ما كانتش بسطانه، صحيح، والاداء ما كانش مقنع بشكل يرضي جماهير النادي الاهلي يعني. واتكلمنا، قلت لي حتى الحلقه دي هتروح امتى؟ قلت لك على كاس العالم للانديه، الكلام ده من شهر. وفعلا لعبنا ماتش الجونه وسموحه، النتيجه ما كانتش كويسه، وانا اتكلمت معاك قلت لك الاداء البدني كان في صحيح الوقت ده باللعيبه كان يمكن لسه بنسبه شوية. 60%، وقلت لي هيقفوا على رجليهم امتى؟ قلت طب لك ما في كاس نسمع، العالم نشوف للانديه. نسمع وإن حضرتك قلته برضه ماشي، علشان اوكي، نفكر، تمام. نسمع ماذا قال كابتن خالد جدالله من شهر وشوية ونرجع نكمل. يعني انا عذر اللعيبه لان قصه الاجازه برضو اللي قبل الماتش فتره كانت طويله شويه يعني بالنسبه لي انا، فانا كنت متوقع ان العرض هيبقى كده، وكنت بدعي ربنا ان احنا ربنا يكرمنا بال3 نقط، فمش مهم الـ الاداء يعني. الاداء الشوط الثاني اتحسن شويه، ولكن في الحدود بتاعه النواحي البدنيه عند اللعيب، لان انا شايف ان برضو النواحي البدنيه عندنا لسه احنا واصلين محتاجة تعلى 60 شوية. 65%، طبعا محتاجه تعب. مع مرور الوقت الاداء والعروض والاداء هيبقى احسن بكتير جدا لما اللعيبه تكتسب النواحي البدنيه بشكل كويس. من وجهة نظرك متى؟ على كاس العالم للانديه. دي كانت هذه الحلقة بتاريخ يوم 26/11 تقريبا من شهر بالظبط. بالظبط، فالحمد لله ان الشكل اتغير واللعيبه وقفت على رجليها وادوا بشكل كويس جدا وباداء رائع في كاس العالم للانديه. عملوا ماتشات على اعلى مستوى، النواحي الفنيه كانت في اعلى سماتها، النواحي البدنيه وصلوا ووقفوا على رجليهم بشكل كويس جدا، ولعبت النادي الاهلي لما يكون فت ما تقلقش عليها. ماشي، ولكن في كأس العالم للأندية تحقق اللي حضرتك قلته، ولكن في أولى المباريات أمام سيراميكا أيضا قد يكون الجهد زائد وكل حاجة، ولكن الإجهاد حتى لو مجرد إجهاد ذهني، مش مجرد إجهاد ذهني، الإجهاد الذهني بياخد منك شوية كلاعب طبعا، وكمدرب وككل حاجة. وبتأثر على قراراتك، على صحيح، قرارات اللاعب داخل الملعب. ولكن من أصعب الحاجات من أصعب الماتشات لما تلعب مع فرق الهدف بتاعها إن ما تخسرش فقط لا غير، ما عندهاش اوكي. أي أهداف تاني يعني، ما عندهاش أي. في كأس العالم للأندية بتلعب قدام فرق بتهاجم عليك وأنت بتهاجم عليها هي عايزة تكسب وبتخترق وانا عايز اكسب. كده، ولكن سيراميك كليوباترا عنده هدف واحد، عايز يطلع بالماتش درون عشان يوصل لضربات الجزاء، فهو ده الهدف. فانت بتلعب قدام فرقه طموحها الهجومي بنسبه 20%، ودي بتبقى صعبه جدا لان هم متمركزين على طول في نص ملعبهم، بيدافعوا بشكل كويس جدا والهجوم بيتعب بالتالي اكتر من الدفاع. طبعا، واصعب يعني، ان انت اصعب على المدربين كمان يعني. المدرب اللي ماسك فرقه لما يخلي فرقته بتهاجم كويس ده شغل صعب مش اي حد يقدر يعمله، ولكن الشغل الدفاعي بيبقى دايما اسهل. ولكن لما النادي الاهلي بيلعب امام زي سيراميكا والفرق اللي هي بيبقى كل طموحها ان هي تطلع بالتعادل امام النادي الاهلي، وبالذات في البطوله بتاعت السوبر دي النسخه الجديده، انت بتطلع مش هتوصل لو الماتش خلص ان انت هتتعادل، انت هتلعب ضربات جزاء وممكن يكون ليك نصيب ان انت ممكن تكسب. فهو ده الهدف، ازاي يوصل لضربات الجزاء في الاخر. وعشان كده مهم جدا النادي الاهلي بالذات في ماتش بكره ان هو نمره واحد التوفيق يكون معانا باذن الله تعالى، لان التوفيق في كره القدم مهم جدا. النقطه الثانيه التركيز بتاع اللعيبه يبقى على اعلى مستوى، وهدف وطموح يكون قدامهم ان هم اول بطوله هيكسبوها بطوله سوبر في نسختها الجديده، فدي هتتكتب في التاريخ ليهم في النسخه الجديده بتاعت البطوله بتاعت السوبر اللي معموله، لما باذن الله لعيبه النادي الاهلي يقدروا يكسبوها فهتتكتب في تاريخهم. ثالث حاجه الروح طبعا لازم تبقى عاليه، ورابع حاجه ان ربنا يكرمنا ونقدر نجيب جون بدري يفك الماتش شويه يعني، لو احرزنا باذن بكرة الله ان شاء الله هدف بدري شويه، اول 20 دقيقه اول نص ساعه هيفتح الماتش، والماتش هيتسهل بالنسبه لنا بشكل كبير. ولكن طول ما النتيجه 0-0 في
فيوتشر هيلعب بنفس الاسلوب اللعب بيه سيراميكا، ازاي اللي هو بيدافع وازاي هو يكون في نص ملعبه بيلعب زون من نص الملعب، ازاي يامن دفاعاته بشكل كبير جدا بحيث ان هو ما يجيش فيه اهداف. فنتمنى من بدري باذن الله لعيبه النادي الاهلي يكون في قمه تركيزها، وانا متاكد ان هم هيكونوا مركزين بشكل قوي جدا، ادائهم الفني متاكد ان هو هيكون عالي جدا ايا كان مين اللي هيلعب. انا طبعًا سمعتك في الانترو بتقول اي حد يكسب يلبس الفانيلا احنا وراه وفي ظهره. وطبعا يعني اصل هناك بعض الكلام بيقول لك الشناوي هيلعب، مش يعني اعلن جاهزيته، ولكن طبعا الاقرب ان هو لا، ولكن يلعب ما يلعب يعني مش ناوي يلعب. طبعا الشناوي نجم كبير ولاعيب كبير طبعًا وكل حاجه، ولكن في النهايه انا رايي اذا كان مصاب لا طبعا يريح. طبعا طبعا سلامته نمره يعني. واحد سلامه نمره واحد، واللعيب السليم هو اللي يكون موجود، واي لعيب هيلبس فانيله النادي الاهلي بالظبط ده على مدار التاريخ ومدار العصور صحيح بيشيل المسؤوليه، وبيشيل مسؤوليه الجماهير جمهور النادي الاهلي اللي طبعا كلنا نضرب له تعظيم سلام. الله طبعا، وحاجه يعني فعلا النادي الاهلي نادي عالمي في اي دوله من دول العربيه في افريقيا حتى في اوروبا بتلاقي جمهور النادي الاهلي وراه وبيشجعه. صحيح، فدي حاجه طبعا تزود مسؤوليه اللعيبه بكره، ونتمنى باذن الله ان نكسب البطوله دي في النسخه في اول نسخه ليها بالشكل الجديد. طيب برضو يا كابتن عايز اسال حضرتك عن المواجهه ما بين كولر والمدرب البرتغالي، شايفها زي الكره البرتغاليه احنا عارفينها كره سويسريه اكتر يعني هجوما من الكره البرتغاليه يعني. المدرسه البرتغاليه دايما بتعتمد ازاي على تامين الدفاع وتامين النواحي الدفاعيه، وده اللي هيعتمد عليه المدرب بتاع فيوتشر. طبعا الامر يختلف بالنسبه لكولر، مستر كولر معاه فرقه كبيره، النادي الاهلي اسمه كبير قوي وتاريخه كبير قوي، امكانيات لعبته كبيره قوي، فشتان ما بين الفرقتين. ولكن باذن الله تعالى نتمنى التوفيق يكون في جانب لعيبه النادي الاهلي من البدايه لغايه نهايه الماتش باذن الله.